اللي معانا؟ معانا مين تاني؟ احنا كده خلاص خلصنا من الجزء العلوي خلاص اهو، اللي هو ده كده الجزء العلوي بتاعنا بتاع الاستراكشر ده كده كده اللي رسمناه. فاضل مين؟ الاعمده اللي شايلها. اعملها ازاي الاعمده دي؟ اقف على البلان هنا خلاص حفظنا بقى. انزل لحد فين؟ النقطه دي. العمود بتاعنا فين؟ او العمود على فين؟ على الطرف ده صح؟ اختار نقطه واحده. اقول له يا باشمهندسين ايديت اكسترود. اكسترود ايه؟ بوينت تو فريم. الكلام بيتكرر اهو. بوينت تو فريم كام القطع بتاعنا؟ سي كام؟ 60 في 60. كام في اتجاه الاكس؟ سالب 5. كام عددهم؟ 5. لا خليك واحد وبعد كده نكرر بقى، خليك واحد نكرر. كان ممكن تعملهم تكرار على طول مره، بس هو ايه عمود وبعد كده نكرر. امسك العمود ده اعمله ايه؟ ابص عليه كده، كام متكرر في كام اللي كام في الاكس؟ ادي العمود اهو بتاعه. ادي 1 2 كام؟ 4 3. وكام في الواي؟ نفس الكلام، اقول له ايديت ريبليكيت في اتجاه الاكس كام يا جماعه؟ لينير. في اتجاه الاكس كام؟ المسافه 6 متر. كام عددهم؟ 3. اقول له ديليت السورس. ممكن اعمل الفلاي والاكس، بس لو كتبت المسافتين هتلاقي التكرار على 100، مش هيكرر في اكس ولا هيكرر على 100. اقول له والله ارجع اقول له ايه؟ بريفيوس سيلكشن. اختار لي نفس العمود، كرر لي في اتجاه الواي كام بقى؟ 5 متر، وعددهم كام؟ 3. قول له اوكي. كده رسمت العمود بتاعتي كلها. في مشكلة؟ عايز اكرر اعمل ايه؟ سيلكت روبرت بري. فين العمود؟ وانا انا خدت عمود واحد بس. معلش يا اسف، يعني انا ما اخترتش الثلاثه دول. طب كويس ان انت خدت بالك. فعلا ما خدتش الثلاثه دول، ما قررتهمش. طيب ماشي، امسك الثلاثه دول اقول له ايه؟ ايديت ريبليكيت في اتجاه مين؟ الواي 5. كام عددهم؟ 3. اقول له ايه؟ اوكي تمام كده. شخص ماشي وصلت؟ لا ما هو كده في الاكس والواي. اقول له بقى سيلكت بروبرتيز. اقول له ايه؟ فريم سيكشن. اقول له كام في كام؟ 60 في كام؟ في 60. سيلكت. عايز اكرره كام كام دور؟ 1 2 3 4 5. اقول له ايديت ريبليكيت في اتجاه مين يا جماعه؟ في اتجاه كام؟ الزد. كام في اتجاه الزد؟ سالب 5. عددهم كام؟ 5. 1 2 3 4 5. امسح الاصل. ادي الاعمده بتاع الايه؟ عايز ارسم الكاميرات اعمل ايه؟ اقف على البلان. الناس تجاوب بقى معايا. البلان ده الكاميرا كانت كام في كام؟ 30 في 70. موجوده فين؟ عند الجريد ده. اقول له هنا انا كويك درو. اختار الكاميرا اللي كام في كام؟ 30 في 70. امشي على ده كده اهو خلاص كده اتلس. اعمل ايه؟ امسك كل الكلام ده ايديت عليهم احمال حيطان او اي حاجه؟ ده هي بس بالتربيط بس. ريبليكيت. نوع الريبليكيت في اتجاه مين؟ الزد. مسافه عددهم كام؟ ادي 1 2 ادي 1 2 3 4 بس. مش هتحطها عند اللبشه اكيد يعني. 4. قول له ايه؟ اوكي. لا لسه هم عددهم 4 بس في اتجاه. ادي في مشكله؟ في اي مشاكل؟ عشان برضه نظبط الدنيا اكتر تقول له سيت ديسبلاي اوبشن. يظهر لي باي مين يا جماعه؟ يظهر الكلام ده باي مين؟ باي سيكشن. واقول له ابلاي تول عشان يظهر ايه؟ الفرق ما بين ده الكاميرات والاعمده والكلام ده كله. في مشكله يا باشمهندسين؟ عايز تعمل اكسترود فيو كمان عشان تشوف. تيجي من هنا تقول له ايه؟ اكسترود فيو. تقول له اوكي برضه. هيبدا يعمل لك اكستروجن ب 3 دي عشان تشوف التقسيمات وتشوف كل حاجه. حد عنده اي مشكله؟ يبقى كده ادي الفيديو التانك بتاعنا كله. فاضل مين؟ فاضل لسه هرسم الرفت والاحمال. اقول له مين؟ خلاص تمام.